لفت نظري محل أقمشة رجالي وسط البلد. قول لنا العنوان بالظبط ايه؟ 45 شارع الجمهورية. علي لي صوتك. 45 شارع الجمهورية. من المحل. ميدان الأوبرا. ميدان الأوبرا. ميدان قماش البدل ده قماش ايه بقى؟ في حاجة مستوردة وفي حاجة مصري. في بدلة ب 1500، في بدلة ب 1750، لحد 1750. تقول لنا بقى الأسعار إيه؟ علي لي صوتك بس عشان اللي يسمع يفهم أنواع القماش إيه بس يعني. لا قماش اسمه جولدي بينزي. ده كله؟ كله ده. بص الألوان. مش برضو في مصر وفي هندي منه. عامل كام المصري؟ 195 جنيه. الهندي عامل كام؟ الهندي عامل 155. ده 155. ده 195. ده 195. عشان نقلم يعني وكاروه؟ لا هي الخامه تفرق في نوع الفتله. طب انهي افضل خامه تنفع للبدله تبقى حلوه محترمه يعني؟ طبعا الترلين، الصوف المخلوط. الصوف المخلوط؟ وده يعمل كام متر؟ يعني يبدا من 285، وفي حاجه انجليزي زي اللي قدام حضرتك بتصوريه ده المتر عامل 395، وده انجليزي المتر عامل 450 جنيه. 450. وفي حاجه برضو مصري جولدن تيبس. ده كل التكنولوجيا شتوي. ده شتوي جولدن تيبس كشمير فتلة انجليزي تصنيع مصر. ده كام المتر؟ 365 جنيه. 365 بقيت الوانه المجموعة اللي هو لا اللي هو ده كتان ده ده كتان كتان ده عامل كام بقى؟ 145. ده مصري طبعا. ده القمصان؟ ده احنا مش قميص، ده بيتعمل قفطان تحت الجلابية الصغيرة. بس ينفع قمصان برضه صح؟ لا لا صعب على القميص شوية، لا صعب حامي شوية على القميص تقيل. في حاجة شتمي برضو ده هيلد اللي فوق. ايوه ده هيلد انجليزي. هيلد انجليزي كل ده. عامل كام المتر بقى؟ 450 جنيه. 455 جنيه. ده كشمير مصري. المتر عامل 365. ده كتان هندي. الكتان يعني فيه هندي وفي مصري. ده كتان هندي المتر عامل 100 عامل 95 جنيه.
وده الوانه ايه؟ ده مصري برضو؟ ده مصري جولدن تكس الساده بتاعه كشمير الشمالي. عامل كام؟ 365. 365. طب موعدكم من امتى؟ من 10 ل 10. رقم التليفون تاني طب لو سمحت. 239 239 235 811. ماشي شكرا.